السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مستر ابراهيم السيد. ان شاء الله هنكمل مع بعض سلسلة ملخصات الدروس اللي احنا عملناها لسنة تالتة اعدادي الترم الاول، وكنا وصلنا عند تايل الدرس عندنا وهو بعنوان الكميات الفيزيائية القياسية والمتجه. طبعا ده ملخص الدرس، انت عشان تشوف الدرس كامل انا شرحه كامل هتلاقي الرابط بتاعه في تحت في الديسكريبشن، انزل ادخل على الرابط وتابع الدرس كامل، لكن ده ملخص الدرس. وبقيه الدروس لو انت لسه ما تابعتش الدرس الاولاني والتاني ارجع هتلاقيني عامل الملخص بتاعه وشرحه كمان على القناه. ويلا بينا نبدا درسنا مع بعض، بس قبل ما نبدا اضغط لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس عشان يوصلك كل فيديو جديد نرفعه. يلا نبدا بسم الله. اول تعريف عندنا وهو المسافه. المسافة طبعا اللي هي رمزها فيه. المسافة يا مستر ايه هي؟ هي طول المسار الفعلي الذي يسلكه الجسم المتحرك من موضع بداية الحركة الى الموضع النهائي له. طبعا المسافة بالمتر. عندي بعد كده تعريف التاني الإزاحة. الإزاحة اللي هي برضو فيه بس عليها سهم، اللي هي متجهة بنسميها فيه متجهة. فيه متجهة دي اللي هي الإزاحة. الإزاحة هي المسافة المقطوعة في اتجاه ثابت من موضع بداية الحركة نحو الموضع النهائي لها. يبقى الإزاحة لها اتجاه، أما المسافة ملهاش اتجاه. ده الفرق ما بينهم. عندي بعد كده مقدار الإزاحة. ايه هو مقدار الازاحه ده؟ هو طول اقصر خط مستقيم بين موضعين بدايه ونهايه الحركه. يبقى اقصر خط مستقيم بين موضع بدايه وموضع نهايه ده بقول عليه ايه؟ مقدار الازاحه. عندي بعد كده السرعه القياسيه اللي رمزها عين. هي المسافه الكليه المقطوعه خلال وحده الزمن. السرعه القياسيه ديت هي نفسها زي تعريف السرعة المتوسطة لو تفتكروها، مسافة كلية على زمن كلي، يبقى هي المسافة الكلية المقطوعة خلال وحدة الزمن. السرعة المتجهة اللي هي رمزها عين وعلي سهم، اللي هي عين متجهة، بنقول عليها عين متجهة، هي الإزاحة الحادثة خلال وحدة الزمن. يبقى السرعة المتجهة دي إزاحة وزمن، دي لها اتجاه، أما السرعة القياسية ملهاش اتجاه. بناخد بعد كده أنواع الكميات الفيزيائية. عندي نوعين اتنين من الكميات الفيزيائية، وهما أول نوع في عندي الكمية الفيزيائية القياسية، والنوع التاني الكمية الفيزيائية المتجهة. يبقى عندي كمية قياسية وعندي كمية متجهة. الكمية القياسية يا مستر زي ايه؟ تعالوا كده ناخد أمثلة عليها بيجيبوها لنا في الامتحان أكمل. الكمية القياسية عندك زي الكتلة، عندك زي المسافة، زي الزمن، المساحة، الكثافة، السرعة القياسية. كل دي كميات قياسية، يعني ملهاش اتجاه، هي كمية قياسية بس. طب عندك كمان ايه لو ضفنا كمان نص القطر؟ كمية قياسية. تمام كده؟ قالك يبقى الكتلة، المسافة، الزمن، المساحة، الكثافة، السرعة القياسية. طب الكميات المتجهة دي زي ايه بقى؟ الكمية المتجهة دي زي الإزاحة، عندك العجلة، القوة، الضغط، السرعة المتجهة. يبقى دي كلها لها اتجاه، الإزاحة لها اتجاه، العجلة لها اتجاه، القوة لها اتجاه، الضغط له اتجاه، السرعة المتجهة لها اتجاه. يبقى إذا في عندي كمية قياسية دي زي الكتلة، المسافة، الزمن، المساحة، الكثافة، السرعة القياسية، وكمية متجهة إزاحة، عجلة، قوة، ضغط، سرعة متجهة. طيب كده بنكون خلصنا ملخص الدرس. بجد انت نورتنا في القناة ويسعدنا انضمامك معانا، فلا تتردد في الاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، وما تنساش تضغط لايك للفيديو. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.